على بركة الله تعلن انطلاقة الشوط السابع، وهو شوط خاص للبكار اللي جاية من مسافة 5 كيلومترات. شعاراتي أصحاب السمو الشيخ والسعادة حاضرة في هذا المساء الجميل. نتابع مع أول المراكز وأول التحديات. نجد في هذه اللحظات هماليل لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل أحمد آل ثاني، والمضمر عبيد بن علي السناري يقدم لنا هماليل على البداية والمقدمة، بينما المركز الثاني نجد في هذه اللحظات التقدم والتواجد من شعار هجنة الشحانية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ينطلق مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات مع ثاني المراكز. المركز الثالث نجد الحذرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد آل ثاني بمتابعة المضمر راشد بن بطي بن محمد الحسنة المري، يتواجد في هذا الموقع مع ثالث المراكز يقدم لنا الحذرة. بينما المركز الخامس نتابع مشاهدين الأعزاء جرانار على مستوى المركز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني بمتابعة الصارم محمد بن برقان بن مقارح المري على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس نتابع مشاهدي الأعزاء القادمة والمنطلقة في خامس المراكز بشعار هجنة الشحانية وتواجد المضمر هنا. مشاهدينا الاعزاء نتابع وهنا شعار هجن الشقب ينطلق مع زمجره لهجن الشقب بمتابعه سالم بن جبران المري، يتواجد في المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء. نذهب الى البدايه ونتابع الصداره مشاهدينا الاعزاء، والمركز الاول هيمنه لهجن الشحانيه مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الثاني القادمة والمنطلقة هماليل لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني وعبيد بن علي بن عبيد السناري يتقدم في هذه اللحظات في المركز الثاني. بينما المركز الثالث جلنار على مستوى المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد آل ثاني ومتابعه الصارم محمد بن برقاب بن مقارح المري. بينما المركز الرابع الحذره، يا سلام يا الحذره، بشعار سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد آل ثاني والمضمر والمتابع راشد بن بطي بن محمد الحسنى المري. بينما المركز الخامس نجد زمجرة لهجن الشقب ومتابعة المضمر سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء ومتابعينا إلى فاضل للمراكز الخمسة الأولى. الأمور والسيطرة مع انطلاقة هيمنة بالمركز الأول لهجن الشحانية وتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري. مشاهدي الأعزاء ينطلق ويندفع إلى نحو هذا الناموس المميز. المركز الثاني نتابع جلنار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني والمضمر الصارم محمد بن برقان بن مقارح المري، يتواجد في هذا الموقع يقدم لنا هذه الانطلاقة الرائعة والمميزة. ولكن نتابع أيضا شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد آل ثاني بمتابعة راشد بن بطي بن محمد الحسنى المري مع ثلاث المراكز يقدم الحذرة. وهنا أيضا القادمة والمنطلقة زمجرة لهجن الشقب بمتابعة سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري في عملية التضمير والمتابعة وعلى خامس المراكز. هذه اعتزاز بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومتابعة الصارم محمد بن برقاب بن مقارح المري على خامس المراكز. هذه النتيجة ولكن حصل تغيير على المراكز الأولى. نتابع شعار هجن الشقب يسيطر في مقدمة الشوط مع زمجرة بمتابعة المضمر الكبير سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري على البداية. بينما المركز الثاني جلنار مع ثاني المراكز تنطلق بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني بمتابعة الصارم محمد بن برقاب بن مقارح
المري مع ثاني المراكز، المركز الثالث الوصول الخطير في هذه اللحظات، وصلت الأسماء، وصلت الحذرة بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وراشد بن بطي بن محمد الحسنى، المري مع المركز الثالث بتواجد الحذرة، بينما المركز الرابع تحمل الرقم 4 اعتزاز، يا سلام يا اعتزاز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني مع الصارم محمد بن برقاب بن مقارح، المري في المركز الرابع. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى جلنار على البداية، هذه جلنار مشاهدي الأعزاء بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني والمضمر محمد بن برقاب بن مقارح، المري في عملية التضمير يقدم لنا هذه الانطلاقة المميزة، ولكن شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني يحتكر الثلاث المراكز الأولى باختلاف المضمرين، هنا الصارم محمد بن برقاب بن مقارح وكذلك الشرس، يأتي راشد بن بطي بن محمد الحسن المري مع الحذرة، وتحذروا من الحذرة من الأسماء الخطيرة ومن الشعارات المميزة، ولكن جلنار الله هي البداية، البداية مشاهدين الأعزاء ما بين الحذرة، هذه الحذرة مشاهدين الأعزاء نتابعها انطلاقة مميزة، تنطلق في مقدمة الشوط تريد أن تنتزع الناموس، سلام الشرس، سلام سلام يا الشرس على هذا الأداء المميز، تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد الثاني على فوز الحذرة بالمركز الأول، جلنار في المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد الثاني، بينما المركز الثالث وصلت فيه اعتزاز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد الثاني، المركز الرابع وصلت فيه زمجرة لهجن الشقب، المركز الخامس وصلت فيه مشاهدينا الأعزاء الشوف لهجن الشحانية، إذا مشاهدينا الأعزاء تهانينا وناموس، تهانينا وناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني على احتكاره للثلاث المراكز الأولى، نهني الشرس راشد بن بطي بن محمد الحسنى مضمر الحذرة، وتوقيت الحذرة 7:36 وثلاثة أجزاء من الثاني، تهانينا وناموس، بينما جلنار في المركز الثاني بنفس الشعار، تهانينا للصائر محمد بن برقاب بن مقارح 7:36 15 جزء من الثاني، تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث حلت فيه اعتزاز ايضا بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني ومضمر محمد بن برقاب بن مقارح المري، والتوقيت الزامي 7:37 8 اجزاء من الثانيه، تهانينا وناموس لجميع الفائزين.